عن السياسة والحرب، عن السلمية والعنف، عن الربيع العربي، عن سوريا الحبيبة نتحدث في رواية وما زال النرد يدور للكاتب سامر النجار. يلا بينا. بص انا هقول لك كلمه من دلوقتي، الروايه دي ان شاء الله مش هتبقى اخر عمل اقراه للكاتب. ده ليه؟ تعالى اقول لك في النقد او المناقشه والخلاصه، ولكن دلوقتي تعالى اقول لك تفاصيل عمل النهارده. روايه وما زال النهارد يدور للكاتب سامر النجار، اصدار الدار العربيه للعلوم ناشرون، عدد صفحات 320 صفحه، وتعالى اقول لك ملخص القصه بدون حرق الاحداث كالعاده. بنبدأ قصتنا مع البطل اللي بيحكي لنا حكايته، إنه عايش دلوقتي في فيينا وبيرجع بالزمن فلاش باك عشان نبدأ نعرف طفولته المبكرة في سوريا وتعلقه بجده ووفاته وتأثير ده عليه فيما يعرف بمسمى ما بعد الصدمة، ودي هتبقى نقطة الانطلاق في قصتنا اللي بتدور حول البطل وتعافيه أو عدم تعافيه للدقة من الصدمات المتتالية، من أول وفاة جده اللي قبلها الأبوين، بعدها معاملة زوجة عمه السيئة، ولجوءه لصديق والده رغبة منه في الاستقلال. فجأة تنطلق شرارة الربيع العربي في أرجاء الوطن من المحيط للخليج، وطبعا أحد أهم معالمه سوريا 2011. ينضم بطلنا آدم مع مجموعة من الأصدقاء المتحمسين للثورة السلمية في البداية، ونركز على الكلمة دي قوي، بصحبة اليد الحنون بنت عمه دارين. يتعرضوا لضغط وملاحقة من عناصر الأمن، البعض بيعتقل ولكن آدم بيهرب بمعجزة ويتنقل في البلاد ويشاهد تحول السلم إلى حرب، حتى تقود ضربات القدر إلى فيينا، وقد تملك منه ظلام اكتئاب ما بعد الصدمة، أو للدقة صدمات حياته. هل في نور في نهاية النفق؟ هل كل الضربات اللي تعرض ليها آدم دي قابلة للشفاء؟ طب إزاي؟ بأي طريقة؟ ومين هو آدم؟ هل يرمز لجيل آمن بالتغيير؟ ولا بيرمز للشعب السوري؟ ولا الشعب العربي؟ ولا بيرمز للكاتب نفسه؟ والسؤال الأهم، هل لا زال النرد يدور؟ كل الأسئلة دي متجاوب عليها في عمل النهاردة، ولكن أنا عندي فضول أسألك، هل بتحب الأعمال اللي بتؤرخ لفترة معينة؟ بتفضل إنها تبقى روايات ولا بتفضل إنها تبقى كتب؟ قولي في التعليقات، وأنا بعد الفيديو يخلص هنزل نكمل كلامنا وتعال نروح للنقد أو المناقشة. قبل أي حاجة، تحية خاصة للإهداء المقتبس من كارلوس زافون، أنا من عشاقه أنت عارف، وبالتالي الرواية دي دخلت قلبي من أول صفحة. لغة الرواية عربية فصحى، في السرد وفي الحوار عامية سورية بسيطة بدون تقعر، لطيفة ومفهومة. ولكن خلينا نتكلم على السرد شوية، لأنه جالنا مميز بتعبيرات رشيقة قوية مركبة ولكن غير معقدة بالقدر المظبوط وملحوظة كده. أنا قريت كذا عمل الفترة اللي فاتت لمؤلفين سوريين، وأشهد أن اللغة القوية عامل مشترك واضح في هذه المؤلفات. تم استخدام منظور الشخص الأول عشان يخلينا نتوحد مع شخصية البطل، هنتكلم في النقطة دي كمان شوية، بس بص على التعبيرات المركزة كده، بص جمال التعبير ده. أعتقد أن اللون الرمادي لم يكن لونه المفضل وحسب، بل كان يعبر عن شخصيته وحياته. بص قوة وبساطة التعبير في نفس الوقت، بدون إفراط وبمنتهى الاختزال. أنا فهمت أن الشخصية دي رمادية، ليست مع الأبيض ولا مع الأسود. وأحب أرجع كده لحتة منظور الشخص الأول، لأن البطل هنا بيحكي لنا حكايته ومعاناته وصدمته اللي بترمز لصدمة جيل كامل تعرض لضغوط في الطفولة وتنسم الأمل في ثورة سلمية قد تعيد له الحياة الكريمة، ولكن تعرض لحرب ودمار وتشتت وطرد. كل ده عمل تأثير سلبي متصاعد انعكس على تطور شخصية البطل اللي شادية الحقيقية في أوقات كتيرة أنا كنت بتضايق من سلبيته، لكن الحقيقة إن ده موجود، ده حال ناس كتير تعرضت لنفس الصدمات فتحولت لمسمى كده اسمه جعلوه فانجعل.
وتم تعويض بقى ردود الأفعال المطلوبة في المواقف المهمة بكم من المونولوجات النفسية للبطل وهو بيكلم نفسه في غاية القوة والعذوبة. بنكتشف منها إن الإحباط ده مش مقصور على جيل البطل، بل متأثر الجذور من أيام جده بعد الاعتقال بسبب انتقاد بسيط لسياسة حزب البعث والأسد الأب، وقد ايه انسانيه الرجل قد تتحطم مع اقل اهانه ولو بصفعه، جذور مرار قديم فعلا. كل اللي انا بقوله ده بقى مصبوب في صوت البطل. ده خلينا نقول ان شخصيه البطل هي تاج العمل، برغم ان في شخصيات تانية كويسه جدا جدا جدا، ولكن شخصيه البطل طاغيه على الباقي. وده خلينا نقول ان برغم حجم الروايه الكبير نسبيا، فاه هي 320 صفحه ولكن من القطع الكبير، لكنها سريعه الايقاع رغم اعتمادها على المونولوجات النفسيه زي ما قلنا اللي بتوصف مشاعر البطل وتغيراته نحو كل ما حوله، وكمان احداثها كتيره. فالكاتب نجح انه ينتشل نفسه ببراعه من السقوط في دوامه رثاء النفس والحال والبلاد والعباد، وقدر يحافظ على اتزان بين المشاعر والاحداث بدون ملل. الحقيقه نقطه سلبيه البطل دي انا شايف انها كانت مقصوده، هي ممكن تضايق ناس كتير، ولكن لو رجعت لورا شويه وشفت الكادر الواسع هتفهم ليه ده حصل، وهتفهم ليه تعمد الكاتب تكرار بعض اللازمات والتشبيهات في سرد وحوار الروايه كأن الدايره بتدور وما بتتكسرش. تعليقي الحقيقي هي على جاذبية البطل المفرطة الحقيقة غير منطقية. يعني صحيح ان الحزن جذاب للنساء، ولكن مش للدرجات دي. تقريبا كل انثى في الرواية ليها معاه علاقة الا اللي ما يجوزلوش، بس يعني لو كانت تجوزله كان حصل، فيعني كانت واسعة شوية. وده خلينا نروح للخلاصة. رواية ما زال النرد يدور مش رواية للتأريخ عن الثورة السورية، على قد ما هي رواية نفسية عن صدمة الجيل المسمى بجيل الثورة، عن الإحباط والقهر الصغير اللي بيكبر مع البطل. رواية تؤرخ للحدث عبر الإنسان ووجع الإنسان من خلال شخصية آدم برمزية ثلاثية الأبعاد من أعذب ما يكون في الكتابة وفي التعبير عن المشاعر. بتثبت مقولة إن الفن بيخرج من رحم المعاناة، فيها جزء ملموس من روح الكاتب ولا جدال في ذلك. في مناطق بعينها أنا شفت دموع الكاتب نازلة وهو بيكتبها. عجبني قوي تشبيه وتلميح الكاتب لقسوة وعسكرية الدولة وربطها بالمدرسة، ده على سبيل المثال، ولكن ده متكرر على مدار الرواية بتفاصيل قوية ومؤثرة وصلت لقلب كل قارئ، وإن كانت موجهة في الأصل لقلب سوري. رواية حقيقية لدرجة لا تصدق، تمحو الفاصل ما بين الحقيقة والخيال. هل ده من قريحة الكاتب ولا دي حياة الكاتب نفسه واقع عصره وبيسجله مع وجود جراءة في تناول تابوهات اجتماعية محرمة احنا ساكتين عنها مع انها بتحصل حوالينا، زي التحرش بالاطفال وتأثير ده على مدار حياته، ورغم جرعة الكآبة الا ان في نور ملموس جوه الرواية. لو انت عايز رواية خفيفة لطيفة ما فيهاش تفكير او تدبر، عايز جرعة مخدر تنتشلك من الواقع المؤلم، فالرواية دي مش ليك، لان ببساطة زي ما الكاتب نفسه قال جوه الرواية لا تناسب الذوق العام. عمل مميز وقوي ومركز وشديد القوة والحقيقية، عجبني جدا ومستني عمل الكاتب القادم. ولكن في الاول وفي الاخر ده رأيي انا، عايز اعرف رأيك انت بقى. هل قريت عمل النهاردة؟ هل متحمس تقراه؟ قولي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد. زيك عايز تعليقات ورشات ومراجعات تطلع مجتمع كوكب الكتب يعني انت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني اللايك وتشير هذا الفيديو. اما بقى لو عايز تشبع القارئ اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح، فهيظهر قدامك على الشاشة دلوقتي فيديو يساعدك تعمل الكلام ده. روح اتفرج عليه، اشوفك هناك. سلام. لقد أحببتك حقا بكل ما أوتيت من قدرة وبكل ما تبقى لدي من مشاعر. أحببتك كما لم أفعل من قبل في حياتي. لقد كان تعرفي إليك حدثا نادرا طالما ترقبته في اللاوعي الخاص بي، لطالما شعرت أن النقص يعتري حياتي في جميع مراحلها حتى قابلت. لقد كنت طوال الأشهر الماضية أبحث في غربتي عن وطن،
أو عن شيء يشبه الوطن، أو عن قطعة وطن أعلقها على جدار قلبي المتهالك فيزهر الربيع هناك في داخلي. الانتماء. لقد قلت لك أن كل شيء يدور حول شعورنا بالانتماء، وأنا اليوم أنتمي إليك بكليتي. أعذري رومانسيتي المفرطة يا عزيزتي، فأنا لا أنتمي إلى هذا الزمن، بل أنتمي إلى عصر خارج العالم. أتواجد بجسدي هنا، ولكن روحي تتوق إلى العيش هناك، حيث الحب والعدالة يخيمان بجناحيهما فوق العالم. لقد حدثتك سابقا عن لحظة التنوير في الأدب، ولكنني لم أخبرك بأنني عشتها معك واقعا ملموسا. فبينما كان شعوري تجاهك يسبح في المجهول ضبابيا وغير واضح المعالم، خطرت لي كلمة الحب، فبدأ كل شيء بكامل الوضوح. أنت الحقيقة في أصدق صورها وأتم تجلياتها وأكثر أشكالها تطرفا. بالمناسبة، عندما سألتني عن المدة التي قد تحياها علاقتنا أجبتك ممازحا، ولكنني في قرارة نفسي كنت أعرف أنها لن تستمر طويلا، ربما لشدتها أو لسرعتها، أو ربما لطبيعتها المثيرة للسخرية، أو لأنها حقيقية أكثر مما ينبغي وصادقة بالقدر نفسه. حبيبان لساعة، كانت فكرتك تلك مجنونة جدا، ولكنها كانت فرصتي أيضا لأشعر أنك تحبينني ولو لساعة كما أفعل أنا طوال الوقت. لقد حاولت خلال 60 دقيقة تلك ألا أستغل اللعبة لفعل شيء قد لا ترغبين به، رغم تأكدي من أنك في تلك الحالة ستوقفين اللعبة على الفور، فأنت أساسا من اخترعها ووضع قواعدها دون إفشائها واستمر بإدارتها حتى اللحظة الأخيرة. لكنني كنت أحاول أن أكون العشيق الخفيف، هل ترين؟ نحن نعود لنقطة الخفة والثقل دوما. كونديرا ذاك رهيب حقا. لقد حاولت أن أكون مقبولا وغير منفر، رغم أنني كنت أركب بتقبيلك بشدة، ولكن حتى هذا لم ينفع. أدفع نصف عمري لأعرف ما كان يبكيك في تلك اللحظات. هل يعقل أن تكوني قد تشبثت بيدي باكية دون أن تمتلكي أي مشاعر تجاهي؟ هل لي أن أصدق شيئا كهذا؟ لا، لا بد أنك تشعرين بشيء ما جميل تجاهي، إن لم يكن حبا فليكن شيئا يشبه الحب. أنا لا أدري إن كان هناك أشياء تشبه الحب، أم أن الحب شيء منزه قائم بحد ذاته في فراغ سليمي لا درجات له ولا أشباه، ولكنني أشعر بأنك عالقة في زاوية ما هناك بين الحب وعدمه، تعجزين عن الخروج منها. أتمنى أن تستقبلي كلماتي هذه بصدر رحب، وإن رغبت العودة فقلبي مفتوح لك دوما. آدم.